دكتور، انتقلنا من حرب المسيرات الى حرب البيجرات، برايك المرحله القادمه شنو تتوقع انه راح يتم بها استخدام التكنولوجيا بشكل اوسع؟ انا اعتقد كل جهاز، يعني كل شخص يحمل بيده حديد او جهاز ماغنتس او جهاز يبث، يعني بي ريسيفر، يعني مو بي ريسيفر، يعمل بمبدا الريسيفر او يعمل بمبدا الانتي ريسيفر، نعم، قطعا سيكون جاهزة للاستمكان. لذلك الرجوع كثيرا الى الاساليب البدائية سيكون هو الحل الوحيد لذلك.